من ديوان شعري إلى معرض لوحات فنية، لماذا التعبير عن الشعر من خلال اللوحة وموادها وأشكالها البصرية، يعني من الفكرة إلى التجسيد؟ أخبرنا أكثر عن ذلك. أولاً أهلاً وسهلاً بكم المستمعين. ثانياً هي مو أول تجربة لي في تحويل اللوحات إلى تحويل الشعر إلى لوحات الشعر، أوقات بشكل مضرور إلى لوحات تشكيلية. بصراحة هي التجربة كانت أول ما بلشت بالموضوع كنت في حيرة، ما هي الأدوات؟ لأنه أنا كشاعر وكتشكيلي لي من كل تجربة إلى أدوات. فلما وجدت الادوات، يعني ضليت انا لمده يمكن 6 اشهر 7 اشهر عم بجرب الادوات، شو هي الادوات اللي تناسب تجربه المراه الكبيره. فبعد ايجاد الادوات اللي هي انا رسمت التراب، وكان الفكره انه دائما الشعر تعطيك ايحاءات، تاخذك انا كشاعر كقارئ تعطيني ايحاءات اكثر مما احيانا تكون وجودي بالقصيده، يعني بتاخذك لابعاد اكثر. هلا هو المعروف بشكل عام انه واحد بيكتب عرض للكتاب او ناقد للكتاب، انا مارست هذا الشيء، ما اشبع رغبتي في اني والله اقدم كل ما عندي تجاه اي مجموعه شعريه. فمرأي الغياب كان هي احد الاشياء الاساسيه اللي انا شفت فيها، رغم ان مرأي الغياب هي مكتوبه في سجن لكن فيها روح انسانيه عاليه، حالات وجوديه عاليه تخليك دائما تقرأي وتراجعي الانسان من خلال مرايا الغياب، يراجع انسانيته في الحياه.